وسلم. هو الفقيه الجليل، العالم النبيل، رافع راية الأدب على كاهل التحصيل، صاحب القلم البارع في الإنشاء والترسيل، المؤرخ المؤلف، الناظم الناثر، المتقن البليغ المتفنن، أبو عبد الله محمد الأمين بن عبد الله بن محمد بن محمد الأمين الحجاج الجعفري الحسني، الصحراوي الأصل، المراكشي الدار والمدفن، تعود أصوله إلى بلاد شنقيط. قدم إلى مراكش الحمراء في ريعان شبابه عام 1254 للهجرة، الموافق لسنة 1838 للميلاد، وسكن بحي درب ضباشي قرب زاوية مولاي عبد القادر الجيلاني التي كان يدرس بها مدة حياته. بعد حفظه للقرآن الكريم مع مجموعة من المتون العلمية التي كانت سائدة آنذاك، انكب على تلقي العلوم من منطوق ومفهوم على شيوخ مدينته. قضى بمراكش حوالي 40 سنة معتنيا بلقاء المشايخ والاستفادة منهم، حتى بلغ مكانة سامية وشهرة نامية في النباهة والنبوغ وحسن المذاكرة وآداب المحاضرة، وتصدر للتدريس بالزاوية القادرية كما كان من موظف المخزن، وكانت له وجاهة ومحبة عند السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن والسلطان مولاي الحسن الأول. محمد صفوة الرحمن قبضته، محمد صفوة الرحمن قبضته، من نوره الأقدس الموصوف بالأزال، السيد الطاهر السيد الطاهر المطهر القدسي، الطيب الأصل والفروع والنقال، الطيب الأصل والفروع والنقل. محمد صفوة الرحمن قبضته، من نوره الأقدس الموصوف بالأزل،
الأكرم الأصل والفصول من شرف أكرم بمتصل به ومنفصل. أصوله وفصوله مشرفة بمنزل الآي بالتفصيل والجمل. والأول الخلق من لبى بلفظ بلا في عالم الذر رباه بلا مهال. بل المدائح من أوصافه اكتسبت حسنا ولا وله كان المدح فيها طليل. بل المدائح من أوصافه اكتسبت حسنا ولولاه كان المدح فيها طالي. لقد كان شاعرنا محمد الأمين الحجاج الجعفري أديبا، علامة، مؤرخا، ناظما متصوفا، مستحضرا، جماعة واعية. له ولوع بالأدب واطلاع على التاريخ وشغف باللغة وحفظ الكثير من حواشيها. يتقلب في بحور الإنشاء كيف شاء، يظلم من اللآلئ كل نفيس زاهر، وينشر من إشراق الجواهر كل رفيع باهر. قد أطاعته صعاب المباني، وانقادت لأفكاره شوارد المعاني. إذا تكلم سحر الألباب، وإذا غاص فتح كل باب. ترك رحمه الله مجموعة من التآليف المفيدة والتصانيف الفريدة، كلها تدور حول موضوع التصوف ومناقب الأولياء. وله أنظام وأشعار رائقة وأدبيات فائقة، فكان جل شعره في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والملوك والصالحين، وكان ميالاً إلى الارتجال ومعارضة القصائد وتخميسها. ومن بديع مدائحه التي ظهرت من أشراقها شدة التعلق والمحبة في الجانب النبوي الشريف، قصيدته اللامية الطويلة المسماة بروضة المديح ومرهم الجريح، حيث تغزل في براعة نسيبها في المولد النبوي الشريف، وأظهر فيها الفرح والسرور بطلعة النبي المبرور عليه أفضل الصلاة والسلام. توفي بمراكش عام 1295 للهجرة، الموافق لسنة 1878 للميلاد، ودفن بزاوية الشيخ عبد القادر الجيلاني بحي ضباشي الذي كان يسكن فيه رحمه الله.
وقفا فأنت معاذلي ومعتقلي. زفت إليك عروس، زفت إليك عروس، والشكر لين في كار حوراء ترفل من أم يا سيدي يا رسول الله يا سلامي عطفا فأنت معذلي ومعتقلي. زفت إليك عروس الشكر من فكر حوراء ترفل من أمداحكم بحلي. سميتها روضة المديح فاحوى مرهم الجريح بسر سيد الرسل. أبرد غليلي بعطفات يفوز بها قلب الأمين محمد بلا مهل. وقد تحليت بالاسم من كفلا أخشى من الهول أو أخاف من وهني. وصلي يا ربي ما فاح المديح شذا حي رياض ضريح بالثنى الخضيب. على النبي المصطفى وآله الشرفاء وصحبه الحنفاء والحزب والخوالي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن كان لي شعراء من بغي ما طابت فبالمديح على بنيان مجد. Has to be mine.